الآن استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وفدا أمريكيا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عن ولاية جنوب كارولينا، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية. وصرح السفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحب بالوفد الأمريكي مؤكدا سيادته استراتيجية ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية والحرص على التواصل مع مختلف دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة، معربا عن تقدير مصر للدور الذي يقوم به الكونغرس الأمريكي في تعزيز الشراكة بين البلدين وتطلع لمواصلة الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون المشترك. استقبل رئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وفدا رفيع المستوى من المستثمرين الكوريين الجنوبيين برئاسة السيد بارك يونغ مان رئيس غرفة التجارة والصناعات الكورية، وبمشاركة سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، وبحضور دكتور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. وصرح سفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيسي رحب بالوفد الاستثماري الكوري مشيدا بانعقاد منتدى الاستثمار المصري الكوري بالقاهرة بهدف توسيع نشاط الشركات الكورية في السوق المصرية، مؤكدا المكانة الكبيرة التي تحظى بها الصناعات الكورية المختلفة في مصر بالنظر إلى كفاءتها وجودتها، مع الإعراب عن التقدير لما تبذله الحكومة الكورية من دعم لتطوير العلاقات المصرية الكورية في مختلف المجالات الاستثمارية من خلال مشاركتها في برامج التنمية الاقتصادية للعديد من القطاعات الحيوية بالبلاد. استقبل رئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد دينيس مانتروف وزير الصناعة والتجارة الروسي، وذلك بحضور دكتور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة. وصرح السفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيسي طالب بنقل تحياته وتقديره إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معربا سيادته عن الاعتزاز بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا. أعلن دكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب دعم البرلمان لرئيس عبد الفتاح السيسي وكل مؤسسات الدولة في إدارة ملف سد النهضة. وقال عبد العال أنه يؤكد ويطمئن شعب مصر العظيم أن مصر لن تفرط أبدا في حقوقها التاريخية من مياه النيل، فهي كما قال رئيس عبد الفتاح السيسي مسألة حياة وقضية وجود. وصل قداسة البابا الأنبا تودروس الثاني بابا الإسكندرية باتريارك الكرازة المرقسية اليوم إلى مطار شارل دي جول بالعاصمة الفرنسية باريس في بداية زيارته الرعوية إلى بعض إيبرشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا. كان في استقبال قداسته لدى وصوله السفير إيهاب بدوي سفير مصر بفرنسا وسفير شريف ديوانيا القنصل العام. وكان قد أعلن البابا الأنبا تودروس الثاني توقف عضاته الأسبوعية حتى منتصف نوفمبر المقبل. أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الهجوم التركي على شمال سوريا واصفة إياه بالاعتداء الصارخ على سيادة سوريا. وشدد البيان المصري على أن تلك الخطوة تمثل اعتداء صارخا غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة استغلالا للظروف التي تمر بها وتطورات الجارية وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي. وأكد البيان على مسؤولية المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن في التصدي لهذا التطور بالغ الخطورة الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أي مساعي تهدف إلى احتلال أراضي سورية أو إجراء هندسة ديموغرافية لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا. أقيمت اليوم مراسم قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بأحد الفنادق في مدينة السادس من أكتوبر، وتواجد النادي الأهلي ضمن المجموعة الثانية لمرحلة مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بينما الزمالك سيتواجد بالمجموعة الأولى حال تجاوز جينيراسيون سنغالي، كما أن الوداد المغربي ضمن المجموعة الثالثة والترجي التونسية ضمن المجموعة الرابعة.